طبعا اكثركم يعرف زيت ارماني حلو، وللناس اللي ما تعرف وما ادري كيف ما ادري كيف ما تعرف حرفيا قد ايش هذا الزيت مره كتكوت. تخيلوا صاير عندي الاكثر مبيعا في بوتيكي بشكل مو طبيعي، وانا مره مبسوطه ان البوتيكات دحين موفرين كميه مره كبيره. حتى لو تلاحظوا لو كم يوم موجود في البوتيك ما صار سولد اوت، مستوعبين. فللناس اللي ما تعرف هذا الزيت يا جماعه، هذا للرموش، للحواجب، لمقدمه الشعر، للفراغات اللي في مقدمه الشعر، حلو يطول الرموش بشكل مو طبيعي ويكثفها مره، اللي اوفر مره حلو لدرجه انه مستحيل صار احد يستغنى عنه. اي احد يستخدمه صار شيء اساسي عنده، صار روتين اساسي، مستوعبين؟ من قوت ما انه مفعوله قادح مره، مفعوله قادح مره، ممتاز للرموش والحواجب بشكل مو طبيعي حرفيا. حتى تقدروا تدخلوا على البوتيك وتشوفوا نتائجه، يعني تشوفوا التقييمات عليه قديش الناس قاعده تمدح فيه، ولا احد يتكلم على المنتج هذا انه ما من امه فايده، مستوعبين؟ من قوت منه قوي، فنان فنان. والحلو في الموضوع دحين بوتيكات مسوين عرض عليه انه اثنين بسعر واحد، يعني الاثنين ب 285 ولا ب 284، مره شيء ممتاز حيات. وكده الحين موجود منه كميات مره كبيره، يعني البنات اللي ما اشتروا دحين تقدروا تشتروا، وبعرض مره كتكوت تقدر انت واختك قطو قطه تدفعوا وتشتروا، فاهمين؟ لانه اثنين ب 285، او انت لو تبغي تخليه عندك لانه مره عرض، مره يوفر، مره يوفر. شروق مرة عاجبها الزيت، مرة اللي شايفة منه نتيجة، فاهمين؟ فصار بالنسبة لها شيء أساسي، يعني كل ما أنا أجيب لي أجيب لها، فاهمين؟ لازم. الزيت اللي فازوا معايا في أرمانة وأخيراً وأخيراً طلبت لهم الحمد لله، وحيوصلني خلاص مرة قريب، فبس أحس إني مبسوطة قدرت أسيطر على الوضع، يعني ما خلص بسرعة. فللناس اللي ما اشترت نصيحة يا جماعة، نصيحة وقولوا لي على تجاربكم أول ما تشتروه.